برك حنايا القضيه تاعنا تاع اليوم هذه تاع المحكمه اللي باش يشرعونا فيها اليوم راهي قضيه خاطئه خلاص. هما راهم يتهموا فينا باللي حنايا عرقلنا كما نقولوا درنا المشاكل وتعدينا على الشرطه وتعدينا لهذه وهو العكس. شوف وهو راهو العكس على خاطر احنا كنا رانا في مسيره سلميه حاكمين شط الطريق مسيره سلميه ملا درنا سيركيلاسيون لا والو هو العكس الشرطه تاعهم هي اللي تعدت علينا باللي براف وبشهاده شعب بير خادم كامل ياكاك. شوف اخويا احنا رانا قاعدين وهم الشرطه اللي تعدوا علينا وضربونا في القلنا روسنا كسروا لي انا رجلي ضربوا جماعه وتعدوا علينا والفانت كونت يقول يديرونا التهمات هذه ويعقبوها 10. انا نعلم باللي كيما نقولوا مادام مسيره سلميه على ما يحكموا فينا ويجيبوا شرعوا فينا هنا ويزيدوا يديرونا في الروفاي. احنا نورمالمون لا نستاهلوا حبس نستاهلوا لا نستاهلوا كيما نقولوا لا نستاهلوا سورسي لا نستاهلوا غرايم لا نستاهلوا حتى شيء. احنا رانا تبراء وما حناش تا مشاكل ياكاك وحنا نطالبوا بحقنا وحقنا رانا ما نسكتوش عليه فهمت اخي. ما حناش ساكتين على حقنا على خاطر نطالبوا في حقنا ما قلنا لهمش زيدونا في البانيه ولا زيدونا في لابيل اعطيونا حقنا الشيء اللي خدمنا عليه من 95. احنا خدمنا تعبنا على البلاد هذه من 95 احنا نخدموا لوطون اللي كانوا راحوا يخرجونا قلنا ما عطيونا حقنا واش نسالوا هذا ما كان. ودركا قاعدين يشرعوا في الناس فيما لا يشرعوا فينا احنا وفيما لا يعقبونا على المحك. الطبه راحوا طلعوا الالجي وداروا معاهم اصطدامات وضربوا ما سمعناش بهم. المعلمين اي واحد يخرج في مسيره مع اصطدامات مع الشرطه غير احنا يدير لي داو حقهم وحنايا يديرونا يعقبونا هنا المحكمه على ما يعقبونا في المحكمه. انت قلت لي باللي حقكم ما ديتوش انت في بالك. نعم حقكم اليوم اليوم راكم دين ولا لا؟ ما ديناش حقنا وما زلنا ما حكمناش حتى سنتيم. احنا حقنا رانا دخلنا في ال 95 ما دخلناش في 2008 واحنا حقنا في ال 95. انايا دخلت ندي في 900,000 وكان اللي دخل يدي في 600,000 في ال 95 وكان يدي في 700,000 في ال 95 كاينه ولا لا؟ كاينه ولا لا؟ 700,000 في ال 95 يعني انايا نكافح في الارهاب في ال 95 يعطوني 700,000 وكان يعطيوني 900,000 هذا حق. نجي ونهضروا معاهم يقول لك اصبروا تعدل البلاد ونوفر لكم الشروط كامله ونعطيو لكم حقكم كامل اخر سنتيم. احنا هذه الشيء اللي خلانا منه اي الوطنيه تاعنا احنا ما لقطوناش ما جيناش احنا مرتزقه كما راهم يحطوا فينا. احنا هم الوطنيين ونصنا اولاد بنا شهداء ونصنا اولاد مجاهدين واحنا هم الوطنيين تاع البلاد هذه وجينا. نعم الكلمه بكل احترامات ليك المشكل تاع الحرس البلدي مش في الباني مش في هذيك. Le problème de la garde communale, nos agents ont été exploités depuis la création de la garde communale. C'est l'esclavagisme. حنا رانا رايحين لبعاد ما نحتاج لا باني ما رانيش جيعان اعطيني حقي حقي لو بروبليم دو لا كاركم لا سي ديكسبلواتاسيون. الحكومه تاعنا كي تهضر تشتغل يقول لك راك دير السياسه. اوني دي بوليتيسيان راني اوني اش بيان بوليتيسيان مسيو ندير السياسه مادام حبيت اسمح نديرو في لا بوليتيك رانا نوجهو للناس السياسيين لازمنا الناس اللي حنا نكونوا سياسيين باش نفهموا اللغه تاع السياسه بور نيغوسي فوا تران بوليتيسيان مسيو هذه ما يقول نعطي واحد لو بروبليم دو لا كاركم الاستغلال الدوله تاعنا ما عندناش ميم با اون ريكونيسونس ايتاتيك. يقول لك يا جماعه بارك الله فيكم هاو واش كاين؟ ريان اون اوني دي زيسكلاف. انتم حبيتوا اون ريكونيسونس تاع الدوله على واش خدمتوا؟ اون ايتي اكسبلواتي بوندون 17 ans 17 سنه والحارس البلدي راه في الاستغلال وحنا الكلمه هذه ما سكتوش عليها نروحوا بها لبعيد. يسمعونا هنا يسمعونا شنو من البحر لهنا نروحوا من البحر لهنا حنا نروحوا بعاد. المشكل تاع الاستغلال يتحل بصفه رسميه اذا تحكمت الرئيس الجمهوريه الكلمه هذه الداخل يدخل ابري عندنا مشاكل دونك الحكومه تقول استغلال يهربوا علينا رسمي. حنا واش درك المشروع تاعنا دو كري فونداسيون دو لا كارد كومينال سيت فونداسيون نروحوا بها بعيد نروحوا بها بعيد ونديروا اجتماعات ونديروا حتى نهار كلمه تاع الاستغلال يستعرفوا بها ويسلكوها فهمي. نهار الدولة تاعنا تعرف بكلمة الاستغلال بليك اللي ركونوا بليك هادو الناس صح استغليناهم هذاك النهار نديرو حقنا. مي جماعة دركا يقول لك نديرو مسيرات ندير ما نجيبو والو نديرو اعتصام ما نجيبو والو باسكو لو لونجاج لو فيزاج دو بوفوار هراوة. الحكومة تاعنا تهضر بهراوة يقول صاحبي يهضروا معنا بهراوة. تدخل المسيرة على روحها تدخل في اضراب مفتوح بوفيريك شحال ضربوا الناس قرب شهر ونص كون شاف فيهم موت كي الكلب بكل احترامات الناس موتنا كي الكلاب واحد باش
لو كان جا الدولة تاع القانون 3 جور يجيو كاسي محمد وبودو 3 جور جماعة واش حبيتو حنا يسرا وسرا 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 باش يمدونا أبسط حق ماشي أبسط يعني حق ديميات هكاك ديميات صرف هاك واجب دونك حنا واش نقول لكم لحرس البلدي خلونا من سياسة سيد باع سيد شرا سيد هكا سبين بوليتيك حنا حرس بلدي واحد يد واحدة ما سكتوش جوسكو بو ما نستفين عليها أبسط الأمور ها من 95 كاين من 95 ناس مازالوا ساكنين في الزنقل كاين ناس درك مازالوا ساكنين في الزنقل سكن على راسهم ما عندهمش ماجيني سكن على راسه ما عنديش ما عندوش ماشي انا يعني راهي هما حرس بلدي الاف حرس بلدي سكن على راسه ما عندهم يعني هاو كاين اللي عندنا ماجيني كاين اللي عندنا درك يعني كاين حتى واحد يحارب على البلاد ويحامي البلاد تصور هاو هنا هاو هنا سبعه هاو هنا او في 47 سنه 47 سنه تصور مازال ما زوجش علاه مازال ما زوجش ما باهي بعد مش كافي ماجيني احنا نخدموا على البلاد نزيدوا نصرفوا من جيبنا كيفاش مع العيد درك كيفاه مع العيد كيفاه العيد كيف العيد يومين 50 العيد يومين 50 العيد ما كنقول شات العيد ما كان باش ما عنديش كنت وما كانش 20 بيات عطينا 14 بيات صلاة تالا وكبس العيد داوي يدير 3000 بس ما عليك خير تصلاة صلاة تالا يدير 14 بيات روح لنا بورت حارس بلدي الآن 48 مليار صلاة تالا 14 بيات كبس العيد يدير 3000 جيبي بالك انت صغير كاع قسما بالله ويكذب عليك في الحكومه تسمع يقول لك يا ولدي الصلاه تاعها مكتوب زدنا لهم ما زادونا حتى شيء ها سكسي نبرت واحد ما زادوا لكم شو فيش تي بي تشوف انت فيش تي بي ما خدمتهاش انا وخدمتها دوله فيش تي بي شوف الفيش تي بي تاعي مازال صلاه 1400 بريم دوري ستانا هنا 200000 نخدم انت ولا سكري في الجبل هو توصل سيكون باش ما يموتش وانا عندي 200000 علاش علاش الفاني تاعو هو 300 300 تاعي انا علاش الفاني تاعو 900000 علاش هو بشر انا مانيش بشر ياكل 5000 طرق 5000 في الشهر بليس احنا هضرنا معاه واسمه هذاك وكيل الجمهوريه دقيقه وكيل الجمهوريه كي طلعنا هنا احنا كداونا قلنا له 300 قال لك علاش ما تكفيكش انت قلنا له 14 بيان سالت انا قال لك 14 بيان ما تكفيكش تو كي الجمهوريه يقول لك 14 بيان ما تكفينيش انا 14 14 مربي في الجبل ويخلص 14 مليون ايه 14 مليون قال لي تكفيك ما مجمع كامل ها كام كانوا معي عندهم كل جبوري قال 14 مليون تكفيك انت هذه هضره تقولها لي انت واحد انا زكزيك برك انا هذه الدنيا يقدمكش ما يكون وما على باليش انا دولة تعطيني هاك كافئني كذا يقدمكش ما يكون تعيط لي نجيب انا والعائله نتاعي علاش انا كافحت والدوله تعطيني حق نجيب انا ونجيب خوتي نجيب ولادي كاع انت تخيل احنا في الجبل 300 بعد تجي تاع من البليده تمشي لا لا تزيد تهز راحتك يضربوك يدوك تسيرون حنا بالغرور بعد يقول لك انتم ارهاب انتم دايرين هذا يضربني وشكا اسمح لي اسمح لي والله اسمح لي نقول لك حاجه جريده ماهيش انت جريده تصور شوف اللقطه برك تاع الجرال تاع الجريده بعد سيد رافدي دوك الحرس بيت بورا في دوال والبوليس راه يضرب فيه حنا قاعدين في الارض هما يرشوا فينا بالماء قالوا لنا قعدوا تمشي 50 كيلو تلحق تعبان قال لك ريح قال لك ريح تيجي نهار خليك تفوت احنا قعدنا في الارض وما يرشوا فينا بالماء واحد الجريده ما راش نتاعنا الجريده ها الجريده ما راش نتاعنا احنا الجريده ما راش نتاعنا سيد رفدي تهكر في الصبح لنا الجريده انا في كدك ما وراش والو اسمح لي الاخر راه يضرب فيه يقول لك انتم ضربتونا انتم الوالد اسمح لي انا واحد مولا 61 سنه يضرب